بسم الله الرحمن الرحيم. ساو محمد المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. كيف ما لاحظتوا كانت عندنا الدوره العاديه المجلس الاقليمي تاع الدريوش، وكانت نقطه فيما يخص قطاع التكوين المهني، بحيث كيف ما تعرفوا هذا الاقليم عرف واحد التطور فيما يخص المؤسسات تاع التكوين المهني، بحيث افتتحنا السنه الماضيه المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقيه ميدار. حاليا المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقيه دريوش في طور البناء على اساس الانتهاء من البناء ديالو في ابريل 2020، يعني غادي يكون واجد في الدخول السنه التكوينيه 2020 2021. بالموازات كاين التكوين تاع بن طيب اللي غادي ان شاء الله حتى هو يكون واجد في الدخول المقبل، وهو هذا التكوين هذا بشراكه مع مجلس الجهه، وبهذا يعني في خلال الموسم المقبل ان شاء الله غادي يكونوا ثلاثه نتاع المعاهد باقليم الدريوش، وان شاء الله في المستقبل القريب نفكروا باش تكون واحد الوحده يعني مندمجه ما بين قطاع التكوين المهني والصيد البحري والفلاحي. يعني هذا هو اللي خرج به السيد الرئيس، غادي يكون واحد الاقتراح من المجلس على اساس نرفعوه للاداره العامه نتاع المكتب والوزاره الوصيه، يعني لبحث سبل انشاء هذا المعهد، بحيث هذا المعهد غادي يستجيب يعني للخطاب تاع سيدنا بمناسبه ثوره الملك والشعب في 20 غشت، اللي لح على اعطاء واحد الاهميه لقطاع التكوين المهني وخاصه القطاع الفلاحي والصناعه التقليديه وجميع يعني جميع القطاعات ولا سيما في العالم القروي. فيما يخص تطور الاشغال، معهد المتخصص لتكنولوجيا دريوش بدينا الاشغال في شهر ماي 2019، مدة الاشغال 12 شهر، يعني ان شاء الله غادي يكون المعهد واجد في ماي 2020 على ان تبدا التكوين ديال ان شاء الله في سبتمبر 2020. فيما يخص بن طيب، الاشغال غادي تبدي في شهر نوفمبر ديسمبر، تكلف به مجلس جهة الشرق، على ان تنتهي يعني في نوفمبر السنة المقبلة، وديك الساعة غادي نبداو التكوين ديالنا ان شاء الله.